مشاهدين اهلا بكم. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا، معركه الاسلام السياسي. خناقه كبيره حصلت سنه 88، كان اطرافها المستشار محمد سعيد العشماوي، الكاتب الكبير فهمي هويدي، المؤرخ الكبير عبد العظيم رمضان، طبعا الدكتور محمد سليم العوه اللي كان مرشح سابق في رئاسه الجمهوريه في 2012. المعارك بين التنوير والراديكالية معارك ممتدة على مدار أكثر من قرن من الزمان، من أيام محمد علي وإحنا جايين، رفاعي الطهطاوي خد معركة، محمد عبده خد معركة مهمة جدا، عبد علي الصعيدي، الشيخ شلتوت، علي عبد الرازق، معركة سنة 1924، معارك طه حسين في الأربعينات والخمسينات أو يعني جزء من الخمسينات. كل دي معارك كان بين التنوير وبين الراديكالية، ونقدر نقول أن الراديكالية انتصرت بالخطاب الغوغائي، الخطاب العشوائي، الخطاب العاطفي، والتنويريين كانوا بتوع النخبة ومثقفي النخبة فخسروا الشارع. المعركة دي برضو أحد المعارك اللي هي بين التنوير والراديكالية من وجهة نظرنا طبعا، اللي حدثت سنة 88. كان زي ما قلنا قبل كده الإخوان المسلمين دخلوا الانتخابات أو برلمان 84 مع حزب الوفد، وده أثار غضب واحد زي فرج فودة وخرج عمل حزب مستقل، وأصبح الوفد تحت سيطرة الإسلاميين بشكل أو بآخر. وكان بقى إيه حصل بينه وبين الشيخ صلاح العشماوي، الشيخ قصدي صالح أبو إسماعيل، ابو حازم صلاح ابو اسماعيل، الشيخ صلاح ابو اسماعيل، معركه كبيره جدا لما كان دخل الوفد، وهو احد اقطاب الاسلاميين طبعا، ما كانش تنظيمي بس كان خطيب مفوه، وده ثقله في الشارع المصري بشكل او باخر. وطبعا دخلوا 87، طبعا حزب الوفد ده كان حزب ليبرالي، اهم حزب ليبرالي في مصر في هذا التوقيت، لما طبعا في القرن السابق، ولما اتعملت المنابر في 77، وبعد كده لما اتعملت الاحزاب وعلى وضعها الراهن في ايام نظام السادات وبدايه نظام حسني مبارك. 87 دخلوا مع اهم حزب اشتراكي، حزب العمل، اللي على قياده ابراهيم شكري، وكان في عادل حسين، وكان طبعا في قيادات اشتراكيه كبيره جدا، فجاه تحولوا اسلاميين في 87. وفي هذا التوقيت دخل 37 عضو البرلمان من قيادات الإخوان المسلمين، كما هم عصام العريان ومختار نوح ومأمون الجضيبي، اللي أصبح مرشد في توقيت لاحق عن هذا التوقيت. وكان بقى بيقولوا الإسلام هو الحل، هي الشعارات المسيطرة على الشارع المصري وتطبيق الشريعة الإسلامية وما شابه ذلك. وقال لك إن إيه، إن رفعت المحجوب خد بالتقنين بتاع الشريعة الإسلامية في الدرج، وبعد كده لما مشى المحجوب وجه فتح سروق قال لك ده مخبية في الدرج. وفوجئنا إن لما طلعت كتتني على قمة البرلمان ما لقيناش في الدرج حاجة، أو طبعا بعض الحاجات ما يسمى تقنين الشريعة الإسلامية احنا بقى نتعرض لها في وقت لاحق، وإنها برضه مهمة. وكانت هذه المعركة طبعا المستشار العشماوي كتب كتاب اسمه الإسلام السياسي، وهو موجود على الإنترنت من السهل تحميله وقراءته، وكتاب مهم جدا. زي ما قلنا المعارك القديمة لازم نستفيد منها في المعارك اللاحقة، ونشوف هم خسروا ليه المعارك، وهم مش خسروا المعارك خسروا بشكل مؤقت، ولكن ما زال تراثهم وافكارهم موجوده، احنا نستمد منها افكارنا ومنكمل عليهم. هم انهم خسروا المعركه في وقتهم اللاحق او في وقتهم الزمني الحالي او الاني، ولكن ما زالت افكارهم ممتده وكتبهم ما زالت ممتده، وما زلنا سنستعرض كتب سواء علي عبد الرازق او المستشار العشماوي، او طبعا كتب الشيخ شلتوت، او افكار محمد عبده. كل هذا سنستعرضه ونناقشه ونعرض له، وعرضنا له سابقا في حلقات سابقه. المستشار العشماوي كتب كتابه في 11 بابا مفككا كل دعاوى الاسلام السياسي، مستخدما النص القراني واللغه والتفاسير لدحض كل دعاويهم، ابتداء بمعنى الحاكميه ومتى واين نشات، معرفا لنا انه نشا في باكستان على يد ابو الاعلى المودودي. فكرا بالتاكيد طبعا كتاب المصطلحات الاربعه بتاع ابو الاعلى المودودي، وبعض كتبه عن الدوله الاسلاميه، او ان او لما عمل ما يسمى الجماعه الاسلاميه، وترجمت هذه الكتب واستمد منها سيد قطب افكاره، وصاغها طبعا بقى بلغته الادبيه في كتاب معلم في الطريق، او في تفاسير سوره التوبه والانفال في الظلال، واستمد منها بعد كده كل التيارات الراديكاليه والمتطرفه والعنيفه افكار سيد قطب عن الحاكميه اللي هي جايه من باكستان من ابو الاعلى المودودي.
قالك طبعا هو بيقول الكاتب في كتابه في ال 11 باب بتوعه ان ابو العلاء مودودي ده كان ظروف مختلفه تماما، وعرج على الحكومه الاسلاميه المستشار عشماوي وكيف نشا المفهوم وتناول مفهوم الخلافه الاسلاميه وكيف نشا المعنى والمصطلح، مؤكدا على افكار علي عبد الرازق في ان الاصل في النبوه هي الرساله وليس الحكم، والحكم جاء عارضا، وان ما حدث بعد ذلك من بعد الراشدين ما هو الا صراع على السلطه انتهى بملك عضوض لا يمت للاسلام بصله، وتحدث عن مفهوم الشريعه وانه ليس له علاقه بالمفهوم القراني، وان شرع في القران جاءت بمعنى الطريق ولم تاتي بمعنى القوانين، وان كلمه الحكم في القران لا تعني الحكومه واداره الدوله ولكنها اقرب للقضاء والحكم بين المتخاصمين، وفكك شعار الاسلام دين ودوله، وفند دعاوي تقنين الشريعه الاسلاميه وانما هي الا اراء فقهاء لا يعول عليها وليست ملزمة في شيء، وأن القانون الحالي سواء المدني أو الجنائي أو المعاملات شديد التشعب ولا يستطيع الفقه السابق تغطيته ولا يلائم عصرنا في جوانب كثيرة منه، وما ناسب عصرنا فقد تم الاستفادة منه، وأن كثيرا من اللجان التي شكلت لما يسمى تقنين الشريعة الإسلامية خاصة بعد أن أدرج السادات في الدستور بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، فإن هذه اللجان لم تنتهي إلى شيء جديد وانتهت إلى القول بأن 98% من الشريعة مطبقة، ليزيد المزايدون ولماذا نطبق الـ 2%، مع العلم أن كان عمر الخطاب ما طبقش 50%، يعني زي ما قلنا قبل كده تجاوز أمور كثيرة جدا في النص القرآني، وكثير من الأمور كان بيديرها بفهمه للسياسة مش بالإيه، فكرة أنه ياخد من الناس نص أموالهم اللي هم العمال بتوعه على الأقاليم وما شابه ذلك، كل دي كانت اجتهادات لعمر بن الخطاب. وطبعا زي ما قلنا ان هو يعني هو في النهايه كان فقه، يعني الفقه اللي انتج القوانين دي كانت العصرها، واذا كان بيقولوا 98% هو مش هينفع نطبق الحرام ولا قطع يد السارق اللي هو قبل كده عطلها عمر، وامور كثيره زي ربما الزنا او ما شابه ذلك من الصعب تطبيقها زي ما قلنا في حلقات لاحقه. فطبعا كانت مزايده عليهم، وان طبعا ده حاجه جايه من ربنا، وازاي نطبق 98% وازاي ما نطبقش 2%، وان احنا مش عارف زي التلفزيون، والتلفزيون ده ليه كتالوج والكتالوج بتاعنا هو القران، الكلام اللي بيقولوه الاسلاميين على المنابر كلام طبعا يعني مغالطات منطقيه، كلها مغالطات منطقيه يعني. طبعا دخل على الخناقه مين؟ عبد العظيم رمضان. كتب في كتابه بقى اوراق في تاريخ مصر قال ان ظهر كتاب العشماوي وكتاب اخر الفه كله من الدكتور صفوت حسن لطفي والدكتور محمد عبد العظيم علي وجلال يحيى كامل تحت عنوان فتنة العصر الحديث تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة. يعني الكتاب في مضمونه يعني أنه عايز يقول أن تطبيق الشريعة الإسلامية ده إيه شعارات بس، وأنها إيه بتؤدي إلى الفتنة، وأنه هو مش حقيقة يعني. وقال الأولان طبيبان والثالث محاسب، يعني في كتابين نزل واحد ألفه ثلاثة أصدقاء يعني اتكلموا عن فتنة العصر الحديث وأن تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة وشعارات الفتنة، وكتاب بتاع الإسلام السياسي، كتابين أثاروا ضجة في هذا التوقيت في ظل وجود 37 عضو من الإخوان المسلمين في البرلمان ولهم صولات وجولات مع في هذا التوقيت أعتقد رفعت المحجوب. قال لك بقى إيه؟ تعرض بقى فهمي ويدي على صفحات جريده الاهرام، طبعا فهمي ويدي من زمان في الاهرام وليه مقال ثابت يوم الثلاث وانا كنت من متابعيه سواء فيما يخص السياسه او فيما يخص الاسلام السياسي، وكنت في هذا التوقيت مقتنع بكلامه في الاتجاهين سواء في الاتجاه السياسي او في اتجاه الاسلام السياسي. قال لك بقى ايه؟ بعد ما كتب فهمي ويدي الكتاب المقال بتاعه هاجم طبعا بشكل عنيف الكتابين سواء الإسلام السياسي أو الكتاب بتاع تطبيق الشريعة الإسلامية. قال لك بقى راح إيه عبد العظيم رمضان رد عليه في إيه في مجلة أكتوبر، لأن طبعا عبد العظيم رمضان كان عميد كلية وكان مؤرخ ودكتور تاريخ في هذا التوقيت مهم جدا. قال لك هنا بقى إيه؟ قال لك المعركة دي كانت من يناير لمارس 88، وهنا يظهر التنوع في الطرح في هذا العصر. طبعا زي ما قلنا ان هو كان نظام شمولي، رغم ان هو كان نظام شمولي في هذا التوقيت بتاع نظام مبارك، والاكتوبر والاهرام جرايد قوميه، ولكن كان في مساحه حركه. فهمي ويدي اسلامي بيكتب في الاهرام وله ثقله في جريده الاهرام مش اي حد، وفي نفس الوقت عبد العظيم رمضان يرد في جريده اكتوبر، والعشماوي يرد في الاهرام، والدنيا رايحه جايه سجال، وسليم العوا يرد في الاهرام، والدنيا يعني ايه مقبوله، يعني الدنيا كانت ماشيه بشكل او باخر في ظل نظام مبارك. قال لك بقى هويدي بدا مقاله مفند ما قاله العشماوي. فنعى عليه اولا قوله في الاسطر الاولى من كتابه ان تسييس الدين او تدين السياسه لا يكون الا عملا من اعمال الفجار الاشرار
أو عملا من أعمال الجهال غير المبصرين. ووصف هذا الكلام بأنه وابل من الأوحال والحجارة، ثم انطلق في مناقشة ما اعتبره المقولة الأساسية في الكتاب، وهي أن الإسلام دين روحاني وأخلاقي لا علاقة له بشؤون الحكم والسياسة، وأن الشريعة التي ينادي بها البعض شيء مبتدع لا أصل له في القرآن، وقال أن الفكرة لا جديدة فيها ولا إضافة، فقد أطلقها الشيخ علي عبد الرازي في كتابه الإسلام وأصول الحكم. دايما هم إيه هجموا التنويريين، متقال قبل كده الكلام ده وترد عليه، اتقال قبل كده الكلام ده وترد عليه، وساعات كمان إيه يعمل لك إرهاب فكري يقول لك ده قاله المستشرق الفلاني أو قاله المستشرق العلاني، بحيث يدي إيحاء إن أنت مقلد وان انت بغبغاء وان انت بتاتي افكارك من المستشرقين وتردد كلامه وان انت ماجور وعامل وكل الاتهامات دايما يقولها الاسلاميين بهذا الطريق. طبعا فهم الهودي استغل نفس الطريقه اللي بيستغلها الاسلاميين في هجومه على العشماوي، وقال ان الكلام ده اتقال ايام علي عبد الرازق في كتاب الاسلام واصول الحكم، وأضاف إليه العشماوي، ده كلام هويدي يعني، تجريح التجربة الإسلامية في مجموعها والتعريض والتحريض على التيار الإسلامي القائم حاليا بكافة فصائله المعتدلة قبل المتطرفة. طبعا هو قصده بالمعتدلة الإخواني المسلمين، لأن زي ما قلنا فاهم هويدي وإن لم يكن تنظيميا، ولكن كان هو وسليم العوا والمستشار طارق البشري مجموعة كده مع بعض وهم أصدقاء على المستوى الشخصي، دي كمعلومات، بالإضافة إن في علاقات نسب بين البشري والعوا، ولكن هم كانوا من حماة التجربة الإسلامية والمدافعين عنها والمبشرين بها بشكل أو بآخر. فهو هنا هويدي في مقاله بيقول إن أنت ما افصل ما بين المعتدلة والمتطرفة، وربما يكون قصده المتطرفة الجهاد بقى والجماعة الإسلامية اللي هم قتلوا السادات، وبين المعتدلة اللي هو قصده بهم الإخوان المسلمين. وصف هويدي كلام العشماوي تفسير آية القرآن بأن من لم يحكم بما أنزل الله بأنهم الكافرون والظالمون والفاسقون بأنهم مقصود بهم أهل الكتاب، فوصف هذا الكلام بأنه إفك من الوزن الثقيل، يعني قصده مش مقصود بهم الحكم بالشكل الحالي اللي احنا ايه اللي احنا فيه في العصر الحديث ما بين المسلمين، وأن تفسير القرآن من خلال أسباب التنزيل بأنه إفك من الوزن ذاته. يعني هو كان كلام العشماوي ان القرآن في أسباب تنزيل، فربما النصوص تكون مناسبة لوقت التنزيل وربما لا تكون مناسبة لأوقات أخرى يعني. فقال ده هويدي، قال إن ده إفك من الوزن الثقيل ذاته. وقال لك بقى إيه إن، وقال هويدي بيسخر يعني أو بيعرض، بيقول إن المستشار، فوجئت إن المستشار مصري ومسلم واسمه محمد، وأنه كمان رئيس محكمة أمن الدولة العليا. انا بقى الكلام ده في الخناقه دي برضو انا استغربت ان هو ايه فعلا العشماوي، قريت له الخلافه الاسلاميه وقريت له عده كتب وهي كتب مهمه كلها بصراحه، ان هو رئيس محكمه امن الدوله العليا. رد الدكتور عبد العظيم رمضان على مقال هويدي في مجله اكتوبر 31 يناير، يعني ما سكتش عبد العظيم رمضان وداخل في الخناقه بيدعم المستشار العشماوي، وكتب ايه محاكمه جديده للشيخ علي عبد الرازق، واستشهد بقول العشماوي بان مقوله ان الحكم الا لله او الحاكميه لله بالصوره السياسيه وبالمنطق الاعوج الذي تقال به لا يعرفها القران الكريم ولا السنه النبويه. وقال رمضان ان هؤلاء المتطرفون الجدد لا يختلفون عن دعاة التكفير الذين اغتالوا الشيخ الذهبي بانهم مفكروا التكفير والحاكميه المتطرفين، وهم الذين اغتالوا السادات وكادوا يغرقون بلادنا في بحر من الفوضى والدماء. وقال رمضان ان تشكيك هويدي في مصريه ودين الرجل وفي علمه يعيدون الى عصور محاكم التفتيش والارهاب الفكري الذي تشنه الجماعات الدينيه المتطرفه على خصومها في الراي. وقال ان نقل هويدي للايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ليتناول المسلمين واليهود ينقله الى معسكر التكفير. طبعا عبد العظيم رمضان كان هجومه قاسي وعنيف، ووصف هويدي بان هم المكفرين الجدد وانهم دعاة التكفير وان هم اللي قتلوا السادات، يعني كان هجوم كاسح، وقال ان هم ما يختلفوش على التكفيرين قدامى بشكل او باخر. فكان طبعا هجوم قوي جدا من عبد العظيم رمضان ربما ازعج هويدي. 22 فبراير 88 نشر الاهرام رد المستشار العشماوي على هويدي تحت عنوان حديث الروح. طبعا هو هويدي في الاهرام بس في النهايه في رئاسه التحرير، وكان زمان لها يعني ايه شويه مهنيه، فهويدي تعرض للعشماوي بالاسم واحدى كتبه فسمحوا للعشماوي ان هو يرد عليه في الاهرام، فكتب مقاله سماها حديث الروح، الثاني كان اسمه حديث الايه الافك، والافك طبعا دي جايه من حادثه السيده عائشه اللي هو حادثه الافك اللي اتهمت فيها بالزنا وبرأها القران لاحقا، وقعدت فتره كانت عصيبه جدا على السيده عائشه وعلى الرسول
عليه الصلاة والسلام ذاته، فكتب العشماوي حديث الروح، تناول فيه قضية لفظ الشريعة، فنفى أن يكون كتابه قد ورد فيه العبارة التي ذكرها هويدي أنها المقولة الأساسية في الكتاب، وهي عبارة أن الشريعة التي ينادي بها البعض شيء مبتدع لا أصل له في القرآن، وقال أن هذه العبارة تتعارض مع قوله أن لفظ الشريعة لم يرد في القرآن الكريم بمعنى النظام القانوني. يعني هو طبعا قال له أنت قلت الشريعة مش موجودة في القرآن، فعبد العظيم رمضان بيرد على هويدي وقال له أنا ما قلتش كده، انا قلت ان الشريعه في القران مش بمعناها الايه القوانين، انما معناها الطريق. يعني عايز يقول ان هويدي بيتلاعب بالالفاظ وبيقولك حاجات انا ما قلتهاش، وقد وردت بما يفيد المنهج او الطريق او السبيل وليس بمعنى الاحكام القانونيه والتشريعيه او الفقه. واكمل العشماوي رده في 29 فبراير يعني الاسبوع اللي بعديه كمان كمل الرد معلقا على تعجب هويدي من تشبثي بتفسير ابن عباس، وقال من العيب في ان اتمسك بتفسير ابن عباس واصفا اياي بالتشبث باسناني واظافري بمنهج ابن عباس في التفسير. وقال العشماوي ان هناك فرق بين كتابه وكتاب عبد الرازق، هو طبعا ايه قال ان هو اللي قاله ده مش جديد، واللي قاله ده قال عبد الرازق قبل كده اللي هو علي عبد الرازق. يعني العشماوي بيأكد ان في فرق بين كتابه وكتاب عبد الرازق، بيقول ان عبد الرازق او فكرته وفكره عبد الرازق، فبيقول ان عبد الرازق كانت فكرته ان الرسول بعث هاديا ومبشرا، وانه عندما حكم حكم كملك لا كنبي. يعني قصدي يقول ان عبد الرازق ان هو حكم كبشر، يعني عبد الرازق كان في وجهه نظره ان النبي حكم كبشر ولم يحكم كنبي. انما طبعا العشماوي اكد لا، اصل هو كان ازاي كان بيحكم كملك او كنبي وفي نصوص قرانيه، فهنا في مشكله في كلام على عبد الرازق، لان ما يقدرش يقول ان ما فيش نصوص قرانيه بتتكلم عن الاحكام والمعاملات وغيرها والحدود وكلام من هذا القبيل. فالعشماوي قال ان انا مختلف عن عبد الرازق، لان هو قال ان هو فعلا الرسول كان بيحكم وكان بيمارسها بيمارس الحكم، يعني انها حكومه الله. يعني هو بيقول عبد يعني عشماوي بيقول ان كلامه مختلف ليه، ان هو قال ان حكومه النبي كانت حكومه الله لانه كان يمارسها بارشاد من الوحي ورقابته في كل قول او فعل. ما هو فعلا كانت بتنزل مثلا ملاعنه الايات بتاعه الملاعنه، فيعترض سعد بن عباده ويقول له وحي من هذا، فتنزل الايه بتاعه الملاعنه تعدل الحكم بالنسبه للي هو بيتهم زوجته بالزنا، ان هو مش مضطر يجيب 4 شهود، وان هو يكتفي بالحلفان 4 مرات والخامسه ان لعنه الله عليها او لعنه الله عليه. يعني المهم، ومن ثم فهذه الحكومه لا توجد الا حيثما يوجد نبي. مين بقى نبي تاني بعد محمد هينزل له الوحي يعدل له الاحكام او القوانين؟ مفيش ولا نبي بعد محمد، وهذا الكلام يخالف كلام عبد الرازق. يعني عبد الرازق قصدي عايز يقول ان الحكم كان بشري، انما العشماوي بيقول لا الحكم كان الهي وكان فيه نصوص قرانيه، بس بانتهاء النبوه خلاص مفيش قران هينزل يعدل القوانين، فاحنا يعني معنا اصح نحكم بنفسنا. طبعا في 23/2/88 هويدي رد على مقر رمضان وقال في جريده الاهرام من الظالم ومن المظلوم. طبعا هجوم عبد العظيم رمضان او وقوفه بجنب العشماوي يعني ارعب هويدي، ورد عليه رد فيه شويه لياقه. قال في المقال هو من الظالم ومن المظلوم، بداه بالقول بانه ليس اقصى من ظلم ذوي القربى الا ظلم اهل العلم، فظلم الاولين يدم القلب وعصف الاخرين يجرح القلب والعقل معا، مؤكدا على علمه بانحياز رمضان لمقولة فصل الدين عن السياسة وحساسيته الملحوظة تجاه فصائل المشتغلين بالعمل الإسلامي، فذلك اختياره الذي نحترمه والذي لا نرى فيه ما ينتقص من قدره أو علمه أو دينه. طبعا بيحاول يقول ان احنا بنحترم حرية الرأي ومن حق عبد العظيم رمضان، وان احنا ما نشككش في دينه، وان من حقه طبعا ان هو يقول فصل الدين عن السياسة. انما خلي بالكم مع العشماوي كان بيقول ازاي اسمه محمد وازاي ان هو مسلم وان انا فوجئت والحركات دي. المهم يعني قال لك بقى انما الجديد الذي طلعنا به في مقاله اللي نشرته اكتوبر جريده اكتوبر يعني 31 يناير انه في غمره حماسه لفكر صاحب الكتاب تخلى عن الكثير من قواعد البحث العلمي وضوابطه التي هو اعرف بها واقرب اليها منا. طبعا كان عميد كليه اعتقد في هذا التوقيت المستشار رمضان او المفكر والمؤرخ عبد العظيم رمضان. قال لك واقرب اليها منا، وقد رد عبد العظيم رمضان في 6 مارس 88 على مقال هويدي الذي كان موجها لرمضان، ومؤكدا على فكره ان اعتماد التفسير على اسباب النزول فقط فيه انتقاص ووحد العناصر فقط ولكنه ليس الاوحد، وقد كتب مقالا تحت عنوان بالتي هي احسن، وفيه اكد موقفه من ضروره فصل الدين عن الدوله، وقال ان هذا الراي ينطلق من احترام اكبر للدين ولا ينطلق من انتقاص من شان
الدين، وينطلق أيضا من اعتقاد بأن الدين ينبغي أن ينبع من القلب ولا يفرض بالسيف، وأنه في وسع كل مسلم أن يمارس شعائر دين ويلتزم بمبادئه وأخلاقه وأدابه في ظل أي حكومة، سواء كانت حكومة بوذية أو ملحدة أو مؤمنة. فمبارك هذا الأمر إذا كانت هذه الحكومة تشرع قوانين تتفق في جوهرها مع الشريعة الإسلامية ولا تسن ما يتناقض مع الشريعة، مثل الحكومة المصرية التي تتفق القانون المدني فيها مع الشريعة الإسلامية ويقوم قانونها الجنائي على التعزير التي هي من حق الحاكم. طبعا هنا حتة مهمة جدا، احنا نتكلم عن 2 مليار مسلم او في اقل التقادير 1.8 مليون مسلم. الدول اللي فيها اغلبية مسلمة وحسعت في اغلبية نسبية بقى شعب سنة بكله بخوارج، نتكلم عن 44 ايه دولة مع الاختلاف المذهبي بينهم واختلاف في حاجات كتير جدا بينهم، غير منهم الدول العربية اللي هي 23 بقى، ودول بقى زي اللي هي في جنوب الاتحاد السوفيتي كرغيزيا على مش عارف الدولة اللي فيها حرب مع أرمينيا دلوقتي، أذربيجان، يعني كل الدول دي اللي فيها أغلبية مسلمة، الشيشان معرفش إيه، 44 دولة. طب والباقي بقية 1.8 مليون مسلم عايشين في أقليات. طب أقليات دول مفيش شرع إسلامية، ده في القوانين الهندية أو القوانين الصينية أو القوانين اليابانية أو القوانين الأمريكية أو القوانين الأوروبية أو أمريكا الجنوبية بقوانينها. هل المسلم مش عارف يعيش إسلامه؟ ما يعيش إسلامه، محدش منعه يمارس طقوسه، يمارس الروحانية، يمارس الأخلاق، يمارس المبادئ، عايز يزكي ما يزكي، ما يطلع الزكاة بتاعته، ما هو يعرف يحسب 2.5% ويشوف بقى أو زكاة التجارة أو زكاة الزروع، ما يطلع الزكاة، ما حدش هيمنعه. الميراث، نفترض القوانين في القوانين فيها المساواة ما بين الرجل والمرأة، ما أنت تطبق الشريعة، بس أهم حاجة البنت ترضى وما ترفعش قضية وتطالب تنفيذ القانون، يبقى هي كده مش عايزة الشريعة، دي بقى موقفها الشخصي. إنما أنت لو مربي بقى الناس كويس والناس مقتنعة بالدين هتخالف القوانين، وأنتوا بدل ما عملتوا تقسيمة ما بينكم كده في الفلوس والأموال والعقارات وماضيتوا، خلاص الدولة هتعتمد هذا الإيه؟ هذا الاتفاق، الاتفاق بيني. أو هي خدت في حقها وعطت الجزء لأخوها بحيث توازن، بحيث تطبق الشريعة، بحيث تبقى هي نص أخوها، حاجة ترجع لها. إنما طبقت يعني هي يعني صممت تطبق قانون بلدها وتاخد مساواة للولد، حاجة ترجع لها هي بقى، مش عايزة تطبق الشريعة حر يعني. ففي النهاية مش الدول اللي فيها أقلية مسلمة ومفيش قوانين شريعة بالمعنى يعني المعروف أو حتى مفيش أحكام إعدام زي أوروبا معناه إن الإسلام مش كويس. إنك مين قال؟ ما الناس من حقها تمارس كل المبادئ وكل الشعائر وكل الأمور بما فيها زي ما قلنا فروض زي الزكاة وغيرها تنفذها. يعني مفيش معضلة في دول ما فيهاش شريعه اسلاميه اللي هي اصلا اقليات مسلمه، بالعكس كتير من المسلمين اللي عايشين في اغلبيات مسلمه وتحت تشعارات مبادئ الشريعه الاسلاميه او مصادر التشريع وما شابه ذلك نفسهم يروحوا للدول الثانيه اللي فيها اقليه مسلمه اللي فيها احترام لحريه الراي او ان هو ما فيش حجر على كلامهم، بالعكس في دعم مادي ودعم معنوي وفي مش عارف ظروف معيشيه افضل وظروف ماديه افضل، بيروحوا للدول دي وممكن يسيبوا الدول اللي فيها اغلبيه مسلمه او اللي تحت شعارات بتطبق الشريعه الاسلاميه او المصادر او المبادئ او غيرها من الايه من الكلمات اللي هم في النهايه بعضهم مش حاسس بيها وحاسس ان الدول الغربيه افضل. فطبعا ده الكلام اللي هو ايه الخناقه اللي حصلت سنه 88، هنكملها طبعا لان لسه فيها باقي. نكتفي بهذا القدر ونكمل في حلقات لاحقه، وشكرا جزيلا.